والشراكات ومختلف الخدمات والمعلومات التي يحتاجها جميع منظمة المجتمع في هذا المجال. وبطبيعة الحال غادي يخلي الجمعية تتنافس انطلاقا من برامجها ومشاريعها في الولوج إلى هذا التمويل اللي هو أساس. السيد الرئيس المحترم، ونحن في ختام هذه الجلسة وفي ختام هذه المناقشة التي أعطت حوارا ديمقراطيا بين مكونات المجتمع وبين أعضاء الحكومة مع ما صدر ما كان من عرض مرة أخرى على أننا الحكومة ستقوم بكل مكوناتها من أجل أن تتفاعل إيجابيا مع هذه التوصيات دعما لتفعيل هذه العلاقة التعاونية وكذلك التفاعل المؤسساتي الذي بين مؤسسات بلادنا المغرب الحمد لله بزخم الديمقراطي ونتفاعل.